محافظ البنك المركزي. بعد نحكي شوية على السيرة الذاتية للمحافظ البنك المركزي الجديد. ضيفنا في المباشر وزير التجارة الأسبق الخبير الاقتصادي سيد محسن حسن. مساء الفل. مرحبا مرحبا سيدة هدى، تحية ليك، تحية لل سادة المستمعين، وشكرا على الاستضافة. شكرا على قبول دعوتنا، مرحبا بك. محافظ بنك جديد، ساعة نعم. الاسم فاجئك ما فاجئكش، عجبك ما عجبكش، كخبير اقتصادي موقفك من هذا التغيير؟ أولا سي فتحي نوري هو الحقيقة من خيرة كفاءاتنا، هو أستاذي وأستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية، كفاءة وطنية، عنده خبرة كبيرة في الشأن العام، كان عضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي قبل الثورة، ثم بعد ذلك يعني تقلد عديد المناصب، منها عضو مجلس إدارة البنك المركزي، بالإضافة إلى مهام أخرى اللي تتمثل في التعليم العالي والبحث العلمي. سي فتحي الحقيقة يعني كفاءة مشهود لها بالخبرة وبالنزاهة، وأعتقد أنه تعيين في محله لعديد الأسباب، نظرا لخبرة السي فتحي في المجال ونظرا لكفاءته، وأعتقد أنه التعيين في محله. تهانينا لسي فتحي، وإن شاء الله البنك المركزي وكذلك الدولة التونسية تستفاد من الخبرة نتاع سي فتحي في تسيير هذا المرفق المهم، والبنك المركزي كمؤسسة فاعلة في الشأن الاقتصادي والمالي في البلاد. هل أنه الخبرة والكفاءة فقط هي التي رجحت الكفة نتاع سيد فتحي النوري؟ أيضا بالإضافة إلى اعتداله في تفكيره الاقتصادي، وأعتقد أنه عنده رؤية متوازنة في يتعلق بالسياسة النقدية، في يتعلق بدور البنك المركزي، وأعتقد حقيقة اختيار ناجع، وشخصيا فرحت برشا سمعت بتعيينه. ولكن هذه فرصة سيدة هدى باش نذكر يعني لربما نعطي بعض الفكرة على السياسة النقدية اللي كانت منتهجة يعني إلى حد اليوم تحت إشراف السيد مروان العباسي. أنا صراحة نحب نشكر سي مروان العباسي، قام بدوره في الظرف الاقتصادي الوطني والخارجي الخطير والدقيق. العالم عرف هزات اقتصادية كبيرة في أزمة الكوفيد، الحرب الروسية الأوكرانية وما إلى غير ذلك، وأعتقد أنه محافظ البنك المركزي سي مروان العباسي نجح في قيادة سياسة نقدية حذرة تمكن خلالها من المحافظة على التضخم مقارنة بما يحدث في بقية دول العالم، وتمكن أيضا من المحافظة على سعر صرف الدينار. اليوم الدينار التونسي مستقر مقارنة ببعض العملات الأخرى. لو نقارن سعر صرف الدينار مقابل الدولار ومقابل اليورو، ونقارنه بالجنيه المصري أو بالعملة التركية، يعني هي بلدان مشابهة، رأوا أن الدينار التونسي يعرف شبه استقرار، وهذا نتيجة للسياسة اللي انتهزها البنك المركزي. البنك المركزي خلال عهدة مروان العباسي انتهز سياسة نقدية حذرة جدا، استهدف التضخم، قام بالترفيع عديد المرات في نسبة الفائدة المديرية، وهذا يحدث في جل دول العالم. الخيار هذا أو السياسة النقدية الحذرة المتشددة كانت عندها نتائج واضحة، التحكم في التضخم نسبيا، استقرار لسعر صرف الدينار، ولكن ضريبة هذا الخيار هو تراجع الاستثمار. اليوم ارتفاع نسبة الفائدة المديرية من شأنه أنه يؤدي إلى تراجع الاستثمار وتراجع الاستهلاك، لأنه عندما يرتفع نسبة الفائدة وترتفع نسبة الفائدة المديرية، فإن الأعباء المالية اللي تتكبدها المؤسسات وكذلك الأفراد اللي عندهم قروض بنسب فائدة متغيرة ترتفع. هذا فيما يتعلق بالسياسة أو السياسة النقدية خلال عهدة مروان العباسي، اللي نشكره مرة أخرى على الدور اللي قام به. اليوم بالنسبة لسي فتحي النوري، أعتقد وأنه سيواصل في نفس النهج ولكن مع بعض المرونة. أعتقد وأنه مواصلة قيام البنك المركزي بدوره في المحافظة على استقرار الأسعار واستهداف التضخم سيتواصل، وهو الدور الرئيسي والتقليد للبنك المركزي. كذلك البنك المركزي سيواصل دعم لسعر صرف الدينار والابتعاد عن سياسة تعويم الدينار، لأنه هذا فيه مخاطرة كبيرة. ولكن ربما
أعتقد أنه في فتح النوري ومجلس إدارة البنك المركزي سيتخذ إجراءات أذكر البعض منها. أولا في اعتقادي سيخفض بالنسبة الفائدة المديرية بنتيجة لتراجع التضخم، وأعتقد أن الإجراء هذا سيكون قريبا جدا، ولربما في أول اجتماع لمجلس إدارة البنك المركزي سيقع التخفيض في نسبة الفائدة المديرية، وسيتواصل هذا التخفيض في نسبة الفائدة المديرية باعتبار أن التضخم يأخذ منحة تراجعي، منحة في انخفاض، نشهد فترة اللي العالم الكل ومدينة تونس يعرف تراجع لنسب التضخم، وبالتالي البنك المركزي بيمشي في التوجه الذي ينص على التخفيض في نسبة الفائدة المديرية، وهذا مطلب ملح وملح جدا حتى نتمكن من مساعدة المؤسسات على تجاوز الفترة الصعبة ونساعد على دعم الاستثمار. النقطة الأخرى اللي ربما يكون فيها لبنك المركزي دور تحت قيادة فتح النوري هو الدور الاقتصادي للبنك المركزي. اليوم دور البنك المركزي ما عادش يقتصر فقط على التحكم في التضخم ومن خلال سياسة نقدية حذرة، اليوم دور البنك المركزي هو أيضا المساعدة على الخروج من أزمة اقتصادية، وهذا مش في تونس فقط، جل دول العالم منذ أزمة 2008 ومنذ بداية التسعينات ينتهج سياسة تقوم على التدخل في الشأن الاقتصادي، سواء من خلال تخفيض نسب الفائدة لبعض القطاعات أو تمويل الخزينة العامة أيضا في بعض الأحيان أو إجراءات مختلفة من خلال آليات السياسة النقدية تساعد على دفع الاستثمار. سي محسن، أنا سمعت شوية بعض التصريحات لسيد فتحي النوري، حسيت أنه متناغم في بعض التصورات الاقتصادية والمالية مع سيد رئيس الجمهورية. هل هذا التناغم أو هذا التوافق اليوم ينجم يخرجنا من الأزمة الاقتصادية؟ معناتها يكون أسلم أن يكون فما تناغم بين محافظ البنك المركزي ورأس السلطة اليوم التنفيذية في البلاد؟ اولا انا نعرف جيدا سي فتحي النوري، ويعني اقتصاديا عنده رؤيه كما قلت متوازنه، يعني خاصه فيما يتعلق بمهام جديدة على راس البنك المركزي نظرته واضحه، وهي محافظه على استقلاليه البنك المركزي من حيث السياسه النقديه، استقلاليه وظيفيه في سن او في اعتماد سياسه نقديه، واقتصاديا جيد وان يكون فيه تناسق بين رؤية رئيس الجمهورية وبين رؤية محافظ البنك المركزي، وهذا وإحنا هو المطلوب والمعمول به، هو أنه يجب أن يكون في تنسيق كبير بين السلطة النقدية والحكومة، بين السياسة النقدية والسياسة الحكومية، وأعتقد أن البنك المركزي بتعيينه برتبة وزير سيحضر اجتماعات مجلس الوزراء وسيكون له دور في رسم السياسة الحكومية، والتنسيق بين البنك المركزي والحكومة سيكون ربما يعني واضح وجلي خلال السنوات القادمة. ثم ما ننساوش أن البنك المركزي يعني حتى في دوره وفق قانون 2016 المستشار الاقتصادي للحكومة، هو مستشار للحكومة، ومن المفروض أن البنك المركزي من خلال مجلس إدارته ومن خلال المحافظ يقوم بدعم الحكومة في رسم سياسات اقتصادية وسياسات جبائية للخروج من أزمة اقتصادية. أنا أدعو بصورة ملحة محافظ البنك المركزي الجديد سي فتحي النوري أن يأخذ الإجراءات التالية: أولا التخفيض في نسبة الفائدة المديرية، يعني الأمر هذا سريع حتى نخفف الأعباء المالية على الأفراد والمؤسسات اللي عندهم قروض بنسب فائدة متغيرة، وحتى نساهم في دفع الاستثمار. الإجراء الثاني في اعتقادي وضع خطة للإنعاش الاقتصادي بالتنسيق مع الحكومة. اليوم البنك المركزي لابد أن يحط يده في العجين كما نقوله ويساهم مع الحكومة في وضع خطة للإنعاش الاقتصادي تستهدف المؤسسات الصغرى والمتوسطة، تستهدف يعني المحافظة على المؤسسات الصغرى والمتوسطة، تستهدف تأهيل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من خلال هيكلة مالية ومن خلال تشجيع الاستثمار لهذه الفئة من المؤسسات. لابد أن البنك المركزي ينسق مع الحكومة ويتخذ الإجراءات الكفيلة بدعم الاستثمار كمحرك أساسي للنمو. اليوم مغير
استثمار من غير خلق للثروة ما نقدرش نقلص من الفوارق التنموية بين الجهات، ما نقدرش نقلص من نسب الفقر، ما نقدرش نقلص من نسب البطالة، ما نقدرش نحقق التوازنات المالية للدولة. إذا البنك المركزي لابد أنه في أولوية مطلقة أنه يساهم مع الحكومة في وضع خطة للإنعاش الاقتصادي وخطة للخروج. وهذا ما نتمنى إن شاء الله نراوه قريبا، معناتها باش نرجع معك من أستاذك يكون الأمر هذا. نعم. من أستاذك في كل مرة باش يتم اتخاذ قرار باش تكون بحذانا سي محسن تفسر لنا القرارات الجديدة لسيد محافظ البنك المركزي. ومرة أخرى حتى نوفي كل إنسان حقه، شكر كبير سي مروان عباسي يخدم في ظرف صعيب، ونقول لك نجح في رسم سياسة نقدية ولا إن كانت حذرة ولا إن كانت عندها نتائج على مستوى الاستثمار، لأن أعتقد أنه قام بدوره. وشكرا وربي يوفق في فتحه، وهذه هي المسؤولية، هناك تداول على السلطة وتونس فيها كفاءات كثيرة تنجم تكون بهذا الدور. شكرا لفضلك سيد محسن حسن الخبير الاقتصادي وزير التجارة الأسبق، شكرا على هذه القراءة في تغيير محافظ البنك المركزي، تغيير محافظ جديد، وما هي الرهانات اليوم اللي تستنى في السيد المحافظ البنك المركزي الجديد. نحكيه على النسخة الثالثة من لسومان دوغو اللي باش تنتظم بالفاقس، نحكيه بأكثر تفاصيل مع ضيوفنا اللي يكون حاضرين معنا بعد الفاصل. لا ديوان فهم هي اكسترا تايم.